الدستور هو حتى في داخل الحملة الانتخابية في حد ذاتها دون اتخاذ أي إجراء لا من قبله هو بالتأجيل أو بتعديل الرزنامة، ونفس الشيء إلى حد اللحظة نتحدث عن خروقات وأخطاء تتسرب للمرسوم الانتخابي وكذلك للإجراءات المتعلقة بالانتخابات. هذا كله يؤشر على أنه استقرار المؤسسات التي ستنبعث من هذه الأسس القانونية غير ممكنة، وبالتالي الجانب السياسي سيبقى في حالة تأزم إلى حد أنه الله أعلم شيء. إما قيس يمضي إلى استعمال أكثر قوة وردع للأحزاب السياسية وللحقوقيين وما إلى ذلك، أو أنه يخضع إلى حد ما إلى منطق العقل وتجد الأطراف السياسية والأحزاب السياسية والمكونات المجتمع المدني فرصة إلى التحاور والشراكة من حيث المصلحة الوطنية وتقدير المصلحة الوطنية بعيدا كل البعد على ما يسمى بالمصلحة الذاتية الضيقة والمصالح الحزبية الضيقة. فالمصلحة الأولى والأخيرة هي المصلحة الوطنية. لذلك قلنا نحن في أثناء الندوة الصحفية تاعنا في حالة الاستقرار، نحن نستقرأ هذا القانون والبرنامج وخريطة قيس سعيد، نظن أن 2023 سيكون سنة معناها ماراثونية بالانتخابات، سواء كانت الانتخابات المتعلقة بمجلس نواب الشعب على دورتين، ونحن نقول أن الدورتين ممكنة بنسبة كبيرة جدا، خاصة أنه ثم 30 دائرة فيها ما بين 10 إلى 22 يعني تحتد فيها المنافسة كثيرا. نفس الشيء بالنسبة للانتخابات المتعلقة بمجلس مجلس الأقاليم والجهات، وهذا مجلس جديد يضاف إلى مجلس البرلمان، ونفس الشيء إلى حد اللحظة ما عندناش وضوح في صلاحياته الأساسية، سوى شذر مضر كما يقولوا فيها فيما جاء في الدستور المتعلق بمجلس الأقاليم والجهات أو فيما جاء في مرسوم الانتخابات. هذا المجلس الذي سيتم يبقي البرلمان في حالة عجز عن العمل، خاصة في مصادقة على الميزانية والقوانين المتعلقة بالاقتصاد وبالتنمية الجهوية وما إلى ذلك إلى حين انتخاب هذا المجلس، وهذا في ظل غموض كامل لدى الهيئة لدى الرأي العام عن متى انطلاق والتعريف بهذا المجلس. بالتالي نظن كما قلت أنه 2023 بتكون سنة انتخابات ماراثونية في وضع تمر به البلاد اقتصادي واجتماعي صعب جدا، ما يكلف ويؤثر في ميزانية الدولة. تعرفوا أنتم الميزانية اليوم مخصصة لهيئة الانتخابات فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية ما بين 50 و70 مليار، فبالتالي هذا الموضوع باش يخلي البلاد في حالة غليان وفي حالة نوع من الاحتداد. سؤال بربي لو تسمع في خبر، احنا كما قلنا تو مسألة ماهيش توقع، لكن المسألة قراءة بما أنجز. يعني الأستاذ قيس سعيد رئيس الجمهورية فعل الفصل 80 تفعيلا مخالفا للفصل في حد ذاته، نعتبره خرقا جسيما للدستور وقراءة خاطئة للدستور، وهذا ما بنينا فيه عليه موقفنا أنه هذا انقلاب على الدستور على المؤسسات الشرعية. قيس سعيد ابن مقاربته على الخطر الداهم، وبالتالي حل البرلمان وجمده في مرحلة أولى ثم حله في مرة ثانية، وحل الحكومة وبدأ يعمل بالمراسيم منذ ذلك الوقت. فنفس الشيء إذا تمكن قيس سعيد اليوم وهو لا يوجد في تونس برلمان ولا مؤسسات رقابية، لا هي محكمة دستورية ولا حتى مجلس قضائي موجود، اليوم نقولوا نحن في سنة 24 هي سنة انتخابات رئاسية، هذه الموعد نتاعها تنتهي عهدته في 2024. نتوقع بلسان الحال والمقال وما فعله قيس سعيد في 25 جويلية 2021، نتوقع أنه سيلوح كذلك بالفصل 90 من دستور جوان، وبالتالي سيمدد لنفسه وللبرلمان طيلة الفترة القادمة، وبالتالي سنعيش في ظل ديكتاتورية جديدة معناها تمدد فيها الانتخابات بالمراسيم لا أكثر.